سيدنا واحد السلام عليكم. كما كتشوفوا مباشره هذا اللايف كنديرو لكم من مدينه فاس وبالضبط من لافيات. هذه الاجواء الليليه اللي كاينه كما كتشوفوا شويه ديال البرد، الناس راها دخلت تنعس بحالها، ولكن الاجواء رائعه. بالنسبه للناس اللي عاده جايين من العمل تنقول لهم على سلامتكم. اذا دائما من خلال هذا اللايف كنحاولوا باش نتواصلوا معكم من خلال التعاليق ديال الفيسبوك ديال جميع المواطنين والمواطنات اللي متواصلين معنا. كذلك تحيه للحموده الدزيري، وكذلك سيلهامو كوسميتيك اللي هي سيهام بن الدريسي، وتحيه لحفصه، وتحيه للسي حسين. ما نساوش نغم زاغور اللي هي فنانه رائعه، كنتمنى لها التوفيق والنجاح في المسيره الفنيه ديالها. اذا مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم مباشره من مدارات المقاومه او ساحه لافياط. غادي نحاولوا نشوفوا الاجواء كيفاش دايره. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا انه كاين شويه شد البرد، ولكن الناس راهما دخلوا بحالهم الضيوف ديالهم. اسماء السلام عليكم خيتي. سلام عبدو من مدينه ازيلا، تحيه للناس ديال ازيلا، ما ننساوش الديديكاس ديالكم. اذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا، بالنسبه للناس ديال فاس والناس وليدات فاس، فاحنا كنتواجدوا بساحه لافياط. هذه هي الاجواء في ساحه لافياط، الدنيا خاويه بزاف، كاين اجواء بارده. يمكنكم حتى نتوما تشاركوا معنا من خلال التعليق ديالكم. كتبوا لنا الاس ام اس ديال الناس اللي بغيتوا توجهوا لهم الاهداء او الديديكاس، وحنا غادي نوجهوا لهم. بالنسبه للناس ديال الدار البيضاء، تحياتنا لكم، وتحيه للناس ديال سباتا وزيروكات وبيران زيران، تحيه للناس ديال الرباط والودايه وقريطره وصلاه تابريكس. الناس ديال فاس بانوا عندنا، ياسر الغرابي تحياتنا لك وطارق كذلك. الناس ديال فاس تحيه للبطحه وبوجلود ولافياط بن سوده، طريق موزال، سيد ابراهيم، ليراك، واد فاس، حيت غات، حي السلام، عين هارون. لينسيتو طلع معايا في الكومونتير باش نذكر الجهه ديالو. تحيه ديال الناس دكالة ابراهيم، تحياتنا لك خويا. تحيه لخويا العزيز مراد. الناس ديال مراكش، رحاب، ابتسام، فاس العاصمه، شكرا لك اخويا ضوان. مصطفى بوزيل من مراكش، تحيه للناس ديال اكادير. اذا كما كنشوفوا الاجواء هي بارده هنا في مدينه فاس، الدنيا خاويه. محسن لا خويا ما تخافش، ما يديوليش التليفون، لان فاس مدينه الان امان والان. شكرا لك، تحياتنا للناس اللي كيتواصلوا معنا من الطاكسيات. الناس ديال الرباط تبارك الله عليكم، الناس ديال فاس، دريس دريسي. اذا لازم نتواصل معكم مشاهدينا من خلال هذا البث المباشر. غادي خرجنا لهذ الليله، بغينا نشوفوا الجو كيفاش داير في مدينه فاس. كما كتشوفوا الجو خاوي، هي كتصفى، بغينا حتى نتوما تشوفوا الجو كيفاش عندكم في مدينتكم. الناس الجديده طلعوا معنا، فاس حكم العالم خويا تبارك الله عليك. نور الدين خويا هشام الباصه كتعيط ليا، ما عنديش كي غندير نجاوبك. مرحبا بك معنا في اللايف. الناس ديال ميسو، الناس ديال طنجه، ما نساوش تحيه لواحد الكتكوته اللي هي ندى اغيلاس. اذا كيف ما عودناكم من خلال هذا البث المباشر، كنحاولوا باش نصيفط لكم ديديكاس من خلال التعاليق ديالكم. نصيفطوا لنا الكومونتير ديال السيد او السيده او اللي شي واحد اللي بغيتو تقدموا الاهداء معنا على المباشر، فغادي نوجهوا الاهداء. كيف ما قلنا في الاول، ما نساوش واحد السيده اللي هي ايقونه الطرب الصحراوي، نغم زاغور. تنحيوا لها، تنوجهوا لها تحيه من مدينه فاس لمدينه او العاصمه باريس، مدينه فرنسا. ما ننساوش كذلك سهام بن دريس اللي معروفه بسهام كوسميتيك، حتى هي الناس ديال فرنسا، والسي حسين والسي ياسين والسي حموده وساره كارول نسات لي السميه، كارول سماحه او كوموندو سماحه. الناس ديال الصفرا والعنوصر تبارك الله عليكم، تحياتنا لكم. توحشنا مدينة فاس، حتى حنا توحشناكم اخوتي الناس تقنيطة، مرحبا بكم في فاس. والناس ديال مكناس حتى انتوما ديديكاس لكم. بغينا نسولكم هاد الليلة، شنو الحوايج اللي كديرو قبل ما تنعسو؟ نسولو المشاهدين اللي متابعين معنا، الناس تبارك الله عليكم. الحاجة اللي كنديرو قبل ما ننعسو، كاين أول واحد كيدخل الدار
كيدير التليفون ديالو يتشارجا، كيبت الحوايجو على ما كيسالي، كيمشي كيتكونيكتا، كاين اللي كيتوضا وكيصلي، كاين اللي كيوجد العشاء، كاين اللي كيقرا كتبه، ولكن كل واحد وكيفاش شنو كيدير قبل ما ينعس. نتوما حتى نتوما بغينا نعرفوا من خلال التعليق ديالكم شنو الحوايج اللي كديروا قبل ما تنعسوا. شاركوا معنا الاراء ديالكم، شاركوا الانتقادات ديالكم، وكذلك حتى التعليقات ديالكم، فدائما حنا فهل الاشاره الناس ظهران الجزائر تبارك الله عليكم. بسمه دريس، تحياتي لك، تحيه لخويا عزيز بوعلام، ديما فاس، شكرا لك اخويا ديال تازا، اهداء من فاس، الغزلان من اكادير، غزلان من اكادير تبارك الله، الناس ديال السوس كنمشيو كنعسو. توحش مدينتي تبارك الله عليك اخويا، تحياتنا لك، تحيه من بني ملال خويا جواد، حنا تنحيوك من مدينه فاس. أميمة من مراكش، تحية لجميع سائقين سيارات الأجرة اللي كيسهروا على نقل راحة المواطنين، تبارك الله عليكم، وخذوا الحيطة والحذر من أجل التسامح، من أجل الحفاظ على السلامة ديالكم. بغينا نشوف تيفي تزورنا في أزيلا، خويا غنجيو علاش لا، أزيلا ديالنا وكنجيو نخيمو فيها عزيز وغالي. خديجة ناس كازا، تحياتنا ليكم، ناس سباتة، عمر تبارك الله عليك خويا، الرجولة، حميد، ناس إسبانيا، الناس ديال باغي، تنحيوكم. ميمون، ميمون خويا من الفنادق ديما كتواصل معانا، الله يعمرها سلعه. اذا كنعاودوكم دائما حنا كان فواحد الدردشه خفيفه في سونتا فيل، ساحة لافياط، بغينا نعرفوا الاجواء ديالكم. الا كان شي واحد قريب ليا مازال في الزنقه ما عليه الا يلتحق بيا وشارك معايا الموضوع، كان في الدار ما عندنا ما غادي نديرولو. اذا عزيزي المستمع او عزيزي المشاهد اينما كنت بين الاهل والاحباب والاصدقاء والصديقات على ما تنصيروا الحافلات، تنقول لكم مرحبا بك في هذا البث المباشر اللي كنديرو لكم من ساحه لافياط خصيصا في مدينه فاس، باش نشوفوا الجو كيفاش داير عندنا، وحتى نتوما نسولكم الجو كيفاش داير عندكم. حنا في مدينه فاس الجو عادي، حركه السير عاديه، نتوما بغينا نتمنوا تشاركونا في لي كومونتير كيفاش داير الجو عندكم في مدينتكم، واش كاين البرد، واش كاين الشتاء، واش كاين الصهد، تواصلوا معنا في الكومونتير، بغيتو تقدموا الاهداءات او التعاليق فما عليكم الا تواصلوا معنا في الكومونتير، وانا غادي نذكر التعليق للسيد او السيده اللي بغيتو تهديو له التعليق. نرجعوا نقراو التعاليق ديالنا. يونس عين سبيت، تحيه طيبه من ناس كازا خويا، الناس سكوره تبارك الله عليك اخويا، الكومونتير كيدوزو بزاف، الناس ديال تازا تبارك الله عليكم، ناس تقنيطره، خويا مهدي الوزاني، الناس ديال لافياط تبارك الله عليك خويا، الناس ديال مولاي يعقوب تحياتنا ليكم، وحتى شي واحد ما قريب ليا يجي ونسنا ندردشو نهضرو نتواضعو، لأن من خلال هذا اللايف والله العظيم كنحسبوكم خوتنا، من خلال التعاليق واخا ما كنعرفوكمش كنحسو بكم قراب لينا، كنتناقشوا مواضيع وعده مواضيع، ولا داعيه لبعض الانتقادات ديال شي واحد الله يهديهم، ولكن نتوما كتبقاو خوتنا وعزاز علينا والله يعمرها سلعه، وما حنا الا نوصلوا الرساله ديالكم ونتناقشوا معكم جميع المواضيع. الناس اكادي، السي محمد فكري، هي بسطات تبارك الله عليك، ايوب تحياتنا لك اخويا، الناس دوجده، واخويا الناس دوجده، الشتا كاينه، مصطفى تبارك الله عليك، السلام عليكم، محمد من قرنبوش، مرحبا بك خويا، توحشت فاس، سمينه، سينما دلومبير، انا حداها خويا، والله الا حداها سينما دلومبير انت، نبيله، شكون دابا في فاس؟ حنا خيتي، حنا في فاس، ناس الحسيمه، عندهم الشتا، تبارك الله عليك، اهداء اميمه. اهداء من اميمه لخويا حسين من فاس، مولاي يعقوب تحيه، لازم مولاي يعقوب تحيه من ناس ايطاليا، باشا ساره الناس برشلونه تبارك الله عليكم، لحسيمه جوبات في كلمي مدنا، تحياتنا لكل سيهالمو، هي سميتها سيهالمو ولكن سيهالمو اسم اللقب، تحياتنا للناس ديال فرنسا، وكذلك نوجه تحيه للابنه ديال سهام ليا حفصه كتكوته، تحياتنا ليك من فاس، تحيه لكل متابع معنا من خلال هذا اللايف، ما عليكم الا تصيفطوا لنا التعاليق وحنا نوجهوا الاهداء والتحيه لكل المتتبعين معنا في هذه الصفحه ومن خلال هذا البث المباشر والحي. الصحراء الجزائريه وحشنا خويا، مرحبا، جو زوين في كازا، تحياتنا لكازا. مهرجان كريستيانو، من مهرجان تحياتنا لفاس خويا، تك 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 تك، الكومونتير كيدوزو بزاف،
توحشت خويا فاس. مرحبا خويا، حتى حنايا وحنايا في فاس وكنقلكم الاجواء كيف ما كتشوفوا. هذه هي فاس. شكون اللي داز هاد البلاصه؟ شكون اللي كيعرف هاد البلاصه؟ شكون اللي كيعمر فيها بزاف؟ السونتر فيل. تحيه للناس ديال الطلبه والطالبات ديال دار المهراز لانهم تيعمروا هنا بزاف. مشفشاون خويا العايل تبارك الله عليك. حسن سيدي بنور مولاي بوسلام تبارك الله على مولاي بوسلام. ازرو ازرو احداف تبارك الله عليكم. فاس خويا الشبدات كتنقط ولكن الجو عادي ما كاينش الصاد. نبيله من ميدل تبارك الله عليكم، كي داتو مع الزنزان والله معاكم. كازاوا تحيه للناس كازاوا، وتحيه من كازا لبن سودا من سودا، والناس الشمال حتى هما كنحيوهم. الناس البرشيد سلم لي على الناس عين الشقف. مرحبا خويا وصل خويا الكوميسير، تحياتنا ليك. تحيه لكل الساكنه في قيب بن صالح نور الدين من ايطاليا تبارك الله عليك خويا الرماني. توحشنا خويا من برشلونه. واه كتزربوا عليا بالزربه حتى نعيا ما نطيح ما كنوصلش لي كومونتير. اكادير توحشنا فاس. مرحبا خويا سيدي بنور تبارك الله عليكم. تحياتي الناس قلعه الصراغنا قلعه مكونه، عطيونا خويا شويه الوض. تحيه لسيدي بنور تبارك الله عليك اخويا كنحيوكم. الشماعيه ما عرفتش فين سكوره عندهم الثلج وديو شويه العويدات باش تسخنوا. مهدي الوزاني باي الشتا جاي اخويا، حنا غنشوفوا كن تركيا حتى الناس تركيا معانا. اذا مشاهدينا كما شفتوا هذا بث مباشر لكم من مدينه فاس باش تشوفوا الاجواء كيف ما عندكم. تقسمنا معكم لحظات التعاليق. نتمنوا سي هشام اول واحد كيلتحق بينا من هذا اللايف. سي هشام مرحبا بك، شكرا. شوف تي في شتينا في اللايف وجيتي لعندنا. شكون في اللايف اخويا؟ مرحبا اول متابعين ديال شوف تي في. مرحبا سي هشام اول واحد كيشوفنا في اللايف وكيلتحق بينا. سي هشام كنشوفوا الاجواء كيف دايره في مدينه فاس، كيش كي داير الجو في فاس؟ اجواء الحمد لله مزيانه، اجواء الحمد لله مزيانه في مدينه فاس. غادي المجلس هذا الله يهديه يتحرك يصوب لنا الحدايد هادو. بحال شي الحدايد نقدروا نشوفوا شنو المشكل اللي كان؟ بحال هادشي هادشي اللي طار اللي كنصوبوا المجلس السابق، بحال ديك الحدايد راهم هادوك الحدايد كيعيشوا زعما مهرسين. هادو كيكونوا هنا الوليدات بعض الفترة كيكونوا عائلات هنا جالسين هنا في الحالة فاش كتكون وقت الربيع على الحال السخون. كيكونوا الناس هنا بوليداتهم كيتبردوا. هادشي راه خطر، هذا يقدر شي وليد يخرج هنا للشاطئ يوقع مشكل. وهذا الدور ديال المجلس، هذا الدور ديال رئيس المجلس هذا. هاد الناس هادو الله يهديهم علينا وصافي. هاد الناس هادو هما كأشخاص حنا راه ما بيننا وبينهم حتى شي حاجة، كنحترمهم وكنقدروهم، ولكن هما كمسيرين هنا في مدينة فاس هما مسيرين فاشلين. هما مسيرين فاشلين، لا علاقة لهم بالتسيير. خصهم يحطوا السويرتات، هو أصلا ما بقى لهم شي، بقى لهم عام في عمرهم وغادي يحطوا السويرتات قانونيا ويمشيو بحالهم. فإلا بغاو يتحداونا هاد المدة كاملة من تجي 21 راه ما عندهم ما يتحداو. يعني كيف كتشوف الاوضاع ديال سونتا فيل؟ واش زعما في شي اختلالات؟ بعدا سيرنا على الحدايد، واش هادو الحدايد اللي كتقصد؟ هاد الحدايد بحال دابا هكا، بحال دابا هادي هادي كانوا هنا شي حدايد. هادو راه كانت هنا شباك هكا كان داير شباك هكا، هادشي كان صوبو المجلس السابق. هنا حنا كنشوفو شنو كنشوفو حنا في الشارع، إلا شفنا هاد الشارع هكا طويل، هاد الشارع من المجلس السابق ما تزادش فيه شي حاجة، الحالة ديالو عادية. الحالة ديالو كيخلاو هذيك الناس اللي كانوا في الأول، جاو هادو دخلوا على داك الشيء هكا وبقى هاد الشيء هكا. هادشي غير زاد غير تخرب، مازال المجلس السابق كان شوية الإصلاح، كنا كنشوفوا الشارع شوية الإصلاح، كتزاد شي حاجة في الشارع اللي هي كتفرحك. هادشي لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديهم. واخا أنت كمواطن شنو الرسالة ديالك للمجلس المنتخب أو السلطات المحلية أو المسؤولين؟ المجلس كنهضر أنا على المجلس ماشي على السلطة المحلية، أنا كنهضر على المجلس كنركز على المجلس. بالنسبه للسلطه المحليه راه دايره خدمتها، جهدها راه دايره، ما عندها ما نقولوا في ديك الناس هذو. يكفي انت راك كمواطن ناعس في دارك هما راه سهرانين حاميين من المشاكل. هاد الناس هادو ها هي هما هادو هنا واقفين كتشوفهم راهم في الشتا والبرد وراهم ديك الناس واقفين، الله يعاونهم. بالنسبه للسلطه حنا ما عندناش معاهم اي مشكل. بالنسبه للمجلس هو مجلس فاشل، المجلس ديال مدينه فاس هو مجلس فاشل، لا علاقه ليه بالتسيير. نعاودو نكروها، هما ديك الناس كاشخاص حنا راه ما بيننا وبينهم والو. الا احترمونا راه حنا كنحترموهم، حنا وكنقدروهم. لا كيحترمونا راه حنا كنقدروه، ولكن هما كمسيرين في مدينه فاس هما مسيرين فاشلين، لا علاقه ليهم بالتسيير. هاد الناس هادو لا علاقه ليهم بالتسيير،
ما بغاوش يحطوا السوار تيمشيو بحالاتهم ما بقى لهم والو المواطن كي نشحهم وطلعهم ووجدهم عادي ولا عاوتاني صوت ضدهم وعادي يمشيو بحالاتهم قانونيين. وشكرا شوف تيفي مرحبا الاستضافه هذه شكرا بزاف. مرحبا سي هشام كما كتشوفوا مشاهدينا هذا مواطن مدينه فاس اللي سميتو هشام ولقب الباصة طلع معنا في اللايف حدد الموقع ديالنا وتواصل معنا من اجل ايصال الرساله ديالو. حتى نتوما مشاهدينا اي واحد كان طالع معايا في اللايف في شي منطقه او في شي اقليم او في شي حومه ما عليه لا يلتحق بيا ويوصل الرساله ديالو. اذا امطار الخير كتهطل على مدينه فاس في هذه اللحظه. غادي نخليكم مشاهدينا الكرام غادي نتلاقاو غدا في لايف واحد اخر. هذا محمد فليلي يحييكم مشاهدينا في امان الله وليله سعيده.